قلنا احلى مسا على احلى جروب في الدنيا شغال. افتتاح الجولد في فرع شبرا الخيمه. عايزين مصر كلها تتجمع يا عم علي، اعمل لك افتتاح دلوقتي على الشغل الجالري وشغل التحف. هتزين بيتك عند كوكو هندس من اول 25 جنيه. كوكو هندس جولد يا وحش شغال. 25 جنيه عند كوكو هندس التحف الفنيه تبدا من اول 25 جنيه. الله يبارك لك. عندك بقى الفظاظ والورد والشغل الجالري والتحف. وبص الشغل عامل ازاي. ده انت حكايتك حكايه. بص بص شويه دلع. بص الشغل، بص التحف الفنيه عامله ازاي يا جمالك. تبدا من اول كام عند كوكو هندس؟ من كام يا وحش؟ 25 جنيه. ادي بيع 25 جنيه. عايزك تجمع لي مصر كلها افتتاح فرع الجولد في شبرا الخيمه. اعمل لك قلبان واعمل لك عظمه في الشغل. الناس تتجمع معانا منشن وشير كده للاصدقاء بسرعه، واللي يعمل معايا منشن هنديله الكلب ده. بص الشغل عامل ازاي شغال. بص الشغل عامل ازاي يا جمالك. خلي بالك عشان بيعض يا وحش. حكايتك معديه حكايه يا جمالك. جايب لك تحف فنيه بتتباع بره ب 1000 وب 2000 ابيعها لك بربع الثمن. كوكو جايب عليها وطيه. اه بربع الثمن يا عم علي شغال يا وحش. منشن وشير كده للاصدقاء يا جمالك. حط دي على السفره معاك كده او على الترابيزه معاك. شوية دلع. ايه بتاع فنادي وصول الافتتاح من اول 25 جنيه. شغالة يا بطل. كام؟ من اول 25 جنيه. عايزك تجمع لي مصر كلها هديك عروض دلوقتي على الافتتاح والشغل الجولد. حكايتها معدية حكاية. ضيع ضيع. ايه معدية يا جمالك. حكاية. تعالى تعالى. بص الشطرنج عامل ازاي؟ حلويات. بص الحصان بتاع ام السعد عامل ازاي؟ اعدل الحصان يا ام السعد. بص الشغل عامل ازاي؟ حكايتك معدية الحكاية. شغال يا عم عبده. الشغل عامل ازاي؟ ايه الجمال ده؟ بص الماتيريال وبص الشغل وبص التحف اللي هتزيد. حلويات. كوكو اند اس جايب لك عظمه في فرع شبرا الخيمه. بس انا عاجبني القط اللي عوجها ده خالص يا عم. ده موضوع ده. ايه ده؟ ده موضوع حكاية. موضوع حكاية. ده تحفه فنيه. ده لو قلت لك ب 1000 جنيه هتاخده يا جمالك. لو قلت لك ب 1000 جنيه هتاخده. شغال. اقسم لك بالله بيتباع ب 1000 على الانترنت. ابيعه بكام انا؟ بيقول لك ابو فيلو جايب لك ممنوعات. هنبيع بكام؟ ب 220 جنيه. ادي بيع. 220 جنيه تحفه فنيه. ب 220. شغال يا عم عبد. ب 220 جنيه. الله يبارك لك. عايزك تجمع للناس وهبقى لك من اول 25. الناس تتجمع معانا كده. جايبين لكم شويه تحف وشويه جالري. ايه ده؟ ايه بص جايبين لكم جد وست لحد هنا. شغال. ايه ده؟ عامله ازاي؟ حلويات. التحف عامله ازاي؟ حلويات. دي لو قلت لك ب 300 جنيه هتيجي تاخدها. ادي بيها. لو رحت بعتها في الساحل ب 1000 جنيه ياخدوها. كوكو اند اس بيقول لك في شبرا الخيمه بكام؟ بكام؟ ب 125 جنيه. ادي بيها. 125 جنيه. ب 125. اغلى من كده والله. شغال يا وحش. التحف الفنيه باقل سعر. الله يبارك لك. إيه؟ باقل سعر. ممكن اساله بيفكر في ايه؟ ده موضوع. موضوع ممكن اساله ده. بيفكر موضوع في موضوع ده. انا مش عارف الدنيا جايه عليه. الدنيا جايه عليه خالص. موضوع موضوع ده. شغال. 500 و600. هنبيع بكام؟ 230 جنيه. كلمه وكلمه. 230 جنيه عند ادي بيه يا جمالك. اللي عايز يروح برج ايفل برج. الشغل عامله ازاي؟ بص الشغل. ايه ده؟ بص الشغل عامل ازاي عند كوكو هندس؟ اوديك فرنسا بكام؟ يا جمالك. اوديك فرنسا برج ايفل المعدن. ادي بيه المعدن اللي بيتحط ده انا جايبه عندي في فرع الاساس. كنت جايبه ب 700 جنيه. هنبيع بكام؟ كنت جايبه بكام؟ خليها تخرب. دمر. ب 190 جنيه. ب 190. ب 190 جنيه هتروح باريس وانت قاعد في البيت ب 190 جنيه. الله يبارك لك. ب 190 جنيه عند كوكو هندس يا عم علي. شغال يا عم عبد. بص البونبونيره عامله ازاي. الغزاله دي لوحدها حكاية. المعدن دي ب 100 جنيه. يا دي الغزاله رايقه. البونبونيره كلها بكام؟ بكام يا قلبي وحش؟ ادي بيع. 115. يا حلاوتك واسعارك. 115. عظمه. هنفرج الناس على المعرض شويه. ايه ده؟ ايه ده؟ بص بص دي عامله ازاي؟ بص شويه دي عامله ازاي؟ تنفع معاك فازه وتنفع معاك بونبونيره. بص الشغل عامل ازاي؟ يا جمالك. الكلام عامل ازاي؟ يا جمالك. حكايتك معديه الحكايه. ادي بيع. يوم افتتاح الجولد النهارده في شبرا الخيمه يوم مش عادي. الدهب للدهب يا وحش. اصل النصحه اللي تجينا النهارده في شبرا الخيمه هتزيني بيتك بتحف فنيه اكنك قاعده في قصر. يا جمالك. ايه؟ قاعده في قصر. بص عاملين ازاي؟ الناس بتقول لك برج ايفل رايق والراجل اللي شايل الهم ده بيقول لك ربنا يهونها عليه يا رب. شغل رايق قوي. شغال. وحكايتك معديه. ده حكايتك. طب بقول لك ايه؟ طب التاني كان بيفكر. طب الناس تقول لنا الراجل ده ماله؟ تايه خالص. الراجل ده ماله؟ الراجل ده ماله؟ عامل ازاي عند كوكو هندس؟ باقل سعر في مصر. يا جمالك. بيتباع ب 500 و600. يا عم ما تشلهاش هم الدنيا هتروق مع كوكو. خصومات 60 و70%. طب قول له مع كوكو الراجل ده يشيل خده. شغال. 199 جنيه. الله يبارك لك. 199 جنيه. الله يبارك لك. لو عايز تفتح مشروع تعالى خد مني وافتح مشروع. شغال. كوكو ب 200 وبيعه ب 400 هيتباع معاك ب 400. الله يبارك لك. كوكو هندس بيقول لك انا جايب لك تحف
فنيه افتتاح الجاليري في شبرا الخيمه. حلويات حلويات. شوف الدنيا معاكم عامله ازاي يا واد شغال. موضوع تعالى اتفرج الناس على بعض. تعالى بص الجول ده عامل ازاي. بص الجول ده عامل ازاي عند جوه. حكايتك حكايه. بص الشغل عامل ازاي. بص الشغل بتاع السين عامل ازاي. قال لك الدهب للدهب. بص حكايتك عامله ازاي يا جمالك. بص دول ثلاثه ثلاثه مع بعض عاملين ازاي. حلويات دي لوحدها ده ولا 2000 جنيه. لو هبيعها لوحدها بيعها ب 1000 جنيه يا جمالك. انا بقول لك الثلاثه مع بعض بكام. بكام يا قلب الواحد. ب 1200. بص بيقول لك الثلاثه ب 1200 يا وحش. الثلاثه ب 1200 جنيه. ايه ده ايه ده ده عيار ده 24 دي 29 يا جمالك. بكام الدهب ده صافي معاك العرض بكام. بكام يا قلب الواحد. بكام 1100 ده الواحده. 1103 الثلاثه. الثلاثه عند بوكو هندسه ببيع لك الدهب ب 1100. الله يبارك لك. الدهب عند بوكو هندسه مش 8 نص جرام. الله يبارك لك. 1100 يا نهار ابيض. ادي بيع ب 1100 جنيه شغال. ده لك عروض دلوقتي ب 25 جنيه شغال يا واحد. حاجات دلوقتي ب 25 جنيه. منشن وشيل كده بسرعه على الاصدقاء. بص الشيالات وبص بص بص حلويات يا جمالك. ادي بيع 115. الكلام ده كله معاك في العرض بكام؟ ب 115. بتاع الفوزه دي بكام؟ ايه ده ايه ده؟ 35 جنيه ب 35؟ 35 جنيه. الله يبارك لك. اجيب ورد من عندي ب 25 ولا عندك ما تكلمش 60 جنيه. ادي بيع يعني الورد بتاعها حتى ورد وحش. بقول لك منشن وشيل كده للاصدقاء بسرعه يا جمالك. ادي بيع الورد بتاعها. حكايتك معديه الحكايه عند هو هندسه. الورد للورد ازاي يا جمالك. موضوع شغال. بص الكبيره. بص 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 حلويات. بص شكلها توقع سعر دي كام. كام لو قلت لك 250 جنيه هتاخدها يا جمالك. موضوع بقول لك معاك في العرض بكام. بكام يا عم عبد. 69 جنيه. ب 69 جنيه. ولو حابب اخد الورد جواها. الورد يا وحش. موضوعك موضوع. ادي بيع ب 60 جنيه. ايه ده ايه ده كام يعني. موضوع الاثنين مع بعض ما كملوش 150 جنيه. الله يبارك لك. الاثنين مع بعض بكام؟ الناس مش مصدقه الاسعار اللي احنا بنقولها بكام؟ شغال. ايه ده الناس تيجي هنا بسرعه؟ بعضها كده ب 150 جنيه. الله يبارك لك. بعضها بكام؟ ب 150 جنيه. نفسي كده يا محمد. احنا اسعارنا حكايه. اسعارنا حكايه. تعالي وهتصدقي وهتشوفي اسعارنا بعينيكي. ب 150 جنيه بالورد بتاعها. الله يبارك لك. 150 جنيه بالورد بتاعها. ادي بيع يا جمالك. الاسود على الاسد. ايه ده ايه ده؟ اللي بقى ايه على المول؟ لسه 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 لسه. بص الشغل عامل ازاي عند بوكو هندسه؟ ب 150 جنيه بالورد بتاعها. شغال. ب 150 جنيه بالورد الورد بتاعها. معالي شبرا الخيمه شارع 15 100 جبار جامع والهنا فرع الجولد يا وحش. كوكو الجولد. خش فرع الاجهزه الكهربائيه والمنزله هتلاقي الجولد تحت يا وحش. شغال يا عم عبده يا جمالك. تعالى بس شبرا الخيمه وهتلاقي شويه دلع. يا جمالك. بقول لك بالورد ب 150. ب 150. الورد بكام؟ الله محبه بتقول لك انا جاي. تعالي نورينا. تعالي نورينا. هنولع لكم في كوكو جولد النهارده. بص 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 الحلويات. يا جمالك. الله يبارك لك. دي من غير الورد يا وحش. ب 220 جنيه. شغال. 220 جنيه. طب لو عايزها بالورد. هتاخدها بالورد يا وحش. الورد ده ما يعديش معاك 60 70 جنيه. يا جمالك. شغال. بقول لك ايه؟ ايه؟ 300 جنيه بالورد. 300 جنيه بالورد. 300 جنيه بالورد بتاعها. الله يبارك لك. حلويات. 300 جنيه بالورد بتاعها. بص بص بص. 300 جنيه بالورد بتاعها. شغال يا عم عبده. بص بص يا عم ازاي. بص الشغل عامل ازاي يا وحش. حكايتك حكايه. عند بوكو هندسه جايب لك منه اشكال اهي. كبير والصغير. ب 700 جنيه. يا جمالك. بص بص الشغل شويه دلع. بص طقم الفازات ده بقى. ابو فيلم مدلع. بص طقم الفازات ده بقى. بص الشغل عامل ازاي. بص الكبيرة بتاعتهم عاملة ازاي يا عم علي؟ يا جمالك. التلاتة بكام؟ بكام؟ لو الواحدة ب 100 التلاتة ب 300. يا جمالك. 220 جنيه التلاتة. التلاتة ب 220. التلاتة ب 220 جنيه. ادي بيه يعني. التلاتة بكام؟ ب 220 جنيه يا وحش. الله يبارك لك. اوعى القط يخربشك. بص عامل ازاي؟ اوعى يخربشك. الشغل عامل ازاي؟ القط الترند بتاع كوكو عند اس يا وحش. يا جمالك. هو ده بقى بتاع هنروح المولد؟ هو ده بتاع هو ده هو ده بتاع هو ده يا جمالك. شغال. تحف فنيه ب 215 يا جماله يا جماله. اديني وانا ضيع. 15 ب 215 ب 215. بص دي شويه دلع. بص يا عم دي بالورد بتاعها يا وحش. يا جماله ده ب 100 جنيه دي؟ 65 جنيه. ايه؟ بالورد. بالورد؟ 65 جنيه. دمر. 65 جنيه. شغال يا عم عبده. 65 جنيه عند كوكو عند اس جايب لك فازات بالورد ب 65 جنيه. هو هو زي ما هو. 65 جنيه يا وحش. ايه الجمال ده؟ ايه ده ايه ده؟ الشغل عامل شويه دلع. شوية دلع.
300 140 يا عم انت بتجيبني بالنص شغال 40 جنيه بالورد النهارده في شبرا الخيمه. طب منشن وشيل بسرعه الاصدقاء احنا 200 عايزين نطلع شويه. تعمل منشن لصاحبتها هتجيلي النهارده في شبرا الخيمه شغال بكام؟ 140 جنيه يا عم والله. بص انا قلت ب 300 40 جنيه بالورد ايه ده يا جمالك 40 جنيه بالورد شغال يا وحش جايب لك تحف فنيه في شبرا شغال ادي بقى اللي تستاهل 300 جنيه انت بتعاندني خلي بالك بالاسعار 220 بس شغال ايه ده بص من جوه فيها ايه بص الشغل حلويات بص الشغل عند كوكو عند شويه دلع هنا عندنا في كوكو جول العرض بكام بكام ب 220 جنيه ادي بيع 220 جنيه 220 جايب لك تحف فنيه ولسه جايب لك ايه تحف فنيه ولسه الكلام مش خلصان اوقع سعر بكام 125 انا ما بقتش اوقع معاك 125 جنيه ادي بيع 125 جنيه عند كوكو هندسه اقل سعر في العالم خليكم معانا عشان لسه هتحتاروا تعالى بقى ايه على الغزاله رايقه الغزاله رايقه ايه ده شايفها الصبح في اصل يا جمال شايفها في اصل بكام 175 جنيه بكام 175 جنيه ده ببلاش يا لهوي الاثنين يا لهوي الاثنين دول ب 175 جنيه ادي بيع الاثنين شغال الاثنين مع بعض بكام بكام 175 ب 175 الاثنين مع بعض ب 175 جنيه انت حكايتك حكايه يا جمالك بص الشغل عامل بص الالوان شويه حكايتك حكايه ب 175 جنيه الاثنين ايه ده ايه ده 175 جنيه الاثنين شويه طلع موضوعك موضوع وحكايتك معديه حكايه مين هيبيع زيك مين يا كوكو بص بقى الشغل الذهب عيار 29 يا جمال بص عامل ازاي قرب عليا بص الماتيريال عامل ازاي ده كوبايركس اسود الشغل بتاع بقول لك كوكو هندس ما بيتنفس الحاويه بتاع السين معاك في العرض بكام 700 جنيه 700 جنيه 700 جنيه الله يبارك لك 700 جنيه ب 700 جنيه ب 700 جنيه اللي بيتباع ب 1000 ونص ب 700 جنيه شغال يا عم عبد 700 جنيه عند كوكو هندس يا شغال شغل عند كوكو هندس باقل سعر بقول لك انت بتأجر عجل هنا بنأجر عجل يا وحش الشغل عامل ازاي بص الشغل عامل ازاي بص العجلة عاملة ازاي ايه ده ايه ده بص التلاتة مع بعض يا وحش موضوع موضوع يا ست الكل من غير ما تطلعي عين جوزك تعالي واحنا هنعمل معاك فوق الصح النهارده في شبرا الخيمه شارع 15 مايو بجوار جامعه بولهنا فرع المنزل والكهرباء وانزلي فرع الكل تحت الافتتاح النهارده العروسه الناصحه اللي تجينا النهارده يا عم علي شغال بص بقول لك ايه دول بيها هناك بكام هنبيع بكام ثلاثه بكام لو الواحده ب 100 الثلاثه ب 300 هنبيع بكام؟ التلاتة النهاردة ب 90 جنيه ب 90 جنيه؟ 89 جنيه كمان يا جمالك 89 جنيه كمان يعني التلاتة دول بكام؟ هتاخد دي ودي ودي التلاتة ب 89 جنيه والله ده أنا قلت لوحدي التلاتة دول ب 89 جنيه طقم مع بعض التلاتة الطقم ب 89 جنيه النهاردة 89 شغال بص بص الشغل ألوان وحكايتكم حكاية التلاتة ب 89 جنيه عشان خاطر الافتتاح النهاردة شغال كام؟ ب 89 جنيه عشان خاطر الافتتاح يا وحش أبو فيلو جايب لكم شوية دلع من اللي اتمنع بص الطقم التلاته عامل ازاي؟ بص الطقم التلاته باظ عامل ازاي وبص الشغل وبص الماتيريال عامل ازاي؟ ده ولا 500 جنيه دول؟ موضوعهم موضوع يا وحش ايه الكمال ده؟ اللي هتخرب دمر 170 جنيه ب 170؟ 170 جنيه ده ابو فيلو جايب عليها وقتها جايب لكم شويه دلع من الصين ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي حط هنا بقى شوكولاته يا جمالك طب هي زعلانه؟ موضوعها موضوع يا جمالك زعلانه ليه؟ شغال ازاي؟ ب 290 جنيه ب 290 جنيه بص الماتيريال وبص الخامه وبص الشغل عامل ازاي بتاع فنادق وصول الله يبارك لك 290 جنيه يا وحش معاك في العرض هي دي الممنوعات 170 جنيه 170 جنيه 170 جنيه 170 جنيه 170 جنيه دي معاك في العرض بكام؟ بكام؟ 45 جنيه ب 45 ورد ب 25 ب 30 جنيه في الكمال معاك 60 جنيه شغال يا وحش 45 جنيه يا وحش شغال تعالى بص الالوان 45 جنيه يا جمال 45 جنيه بص الاسود ايه ده؟ بص الاسود عامل ازاي؟ الجرانيت ب 5 شوية دلع العرض يا وحش شوية دلع ده انا ايه خش. العرض ده انا هبده البيت الله ده انا هبده البيت الله بص الله الله تعالى بص عامله ازاي دي لوحدها بكام؟ حلويات دي 250 جنيه لوحدها وهتاخد معاها دول ايديا يا جمالك يعني دول مع بعض بكام؟ ب 250 جنيه التلاته ب 250 النهارده بس عشان خاطر الافتتاح شغال النهارده بس عشان خاطر الافتتاح يا عم علي شغال اهو هتاخد الساعه دي ب 250 جنيه وهتاخد عليها الاثنين شمعدان دول هديه اثنين شمعدان هديه هتاخد الاثنين شمعدان دول ايه؟ ادي بيع يعني التلاته مع بعض بكام؟ ب 250 جنيه بص الالوان تعالى ومين يبيع زيك مين؟ بص الشغل عامل ازاي هتاخد دي وهتاخد عليها الاثنين شمعدان هديه حلويات معاك في العرض بكام؟ ب 250 جنيه شغال هو على الماتيريال والكريستال والسيلفر والذهب والجولد وبص الشغل عامل ازاي احنا لازم نجيب عليها وطيه في كوكو جولد يا وحش بكام 799 جنيه ادي بيع 799 جنيه الله يبارك لك 799 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح يا وحش حلويات 799 جنيه ولسه الكلام مش خلصان الافتتاح يا وحش
لسه لسه لسه. بص الطعم ده عامل ازاي؟ ايه ده؟ قرب عليا وبص الماتيريال وبص الثلاثه عاملين ازاي. معاك في العرض بكام؟ 170 170 170 170. ادي بيع بص المربع عامل ازاي. ايه الجمال؟ بص الشغل عامل ازاي. بص الماتيريال عامل ازاي. الثلاثه مع بعض في 170. عنواننا بعد اذنك كده بالراحه. شغل الخيمه شارع 15 مايو بجوار جامع برهان امام محطه الفيلا فرع المنزلي والكهرباء. انزل تحت اسال على فرع الجولد يا وحش. الناس بتقول لك الله اكبر حاجتكم جميله. ايه ده؟ ايه ده؟ ارفعها ارفعها ارفعها. لا ارفع دي على دي. شغال مع بعض ولا ايه؟ اه لسه الكلام معانا مش خلصان يا جمالك. ايه ده؟ حلويات. كان بيع بكام؟ كان بيع بكام؟ ايوه 48 جنيه. ست الكل بتقول لك جوزها بيقول لها بيتي اتخرب عشان خاطر كوكو. ست الكل تعالي وشوف الاسعار عامله ازاي عندكم. عند لسه فرع الجولد النهارده ومش عارف عشان احنا جايبين لكم شويه دلع. يا جمالك يا جمالك 130 جنيه تتحط في فيلا. ادي بيع في فيلا. فيلا ولسه 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 الكلام مش خلصان. 140 جنيه معاك في العرض يا وحش. على بقى ايه؟ على الورده البيضاء يا جمالك 290 جنيه. ب 290 جنيه معاك في العرض يا وحش. ادي بيع. خلي بالك عشان بتخربش. القطه بكام؟ ب 215 يا وحش. العجله يا جمالك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ادي بيع مدفع ده. بص الماتيريال عامل ازاي. ممنوعات. بص الماتيريال الجولد عامل ازاي. بص الاسم بتاعها عامل ازاي. 999 جنيه. في ناس بتقول لك بيقشر الحاجات دي بتاعتنا. بالضمان شغال. بالضمان لو قشرت منك هتيها. احنا بنبيع بقلب. بالضمان 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 لو قشرت منك هتيها. شغال. في العرض بكام؟ بكام؟ 999 جنيه. ممنوعات. 999 جنيه. ادي بيع. الناس اللي عايزه الشغل الفضه. بص عامل ازاي. يا جمالك يا جمالك. ممنوعات 300 بس. 300 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح يا وحش. شغال يا عم عبده. 300 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح يا وحش. ايه ده؟ حلويات. هي دي معلش دي بالجرام. لما اجي اشتريها ابيعها بالجرام. يا جمالك بص الحلويات. لو قشرت منك بص 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 لو قشرت منك هتيها يا وحش. ده ولا 2000 ونص. 1350. بكام؟ 1350. الله يبارك لك. 1350 يا وحش. يا جمالك. بص الشغل عامل ازاي. تعالى بص شكلها عامل ازاي. بص الشغل الدهب عامل ازاي. حلويات. معاك في العرض بكام؟ ب 1350. شغال. بص طعم الصواني بقى ده. خرابي يا عربي. شوية دلع. ايه ده؟ شوية دلع من اللي اتمنع. قرب عليا وبص الشغل عامل ازاي. شايف اهو. شايف شايف شايف. 2000 جنيه برضو. انا هنا عشان اتمن بصراحة. ب 1750. الله يبارك لك. والله العروسة الناصحة اللي تيجي تاخد تحفة كده وشوية حاجات من عندنا. شغال. شغال. بالضمان عندك بقى ايه الشغل السيلفر. السيلفرات بقى. في ناس معانا عاجبينها كده. 1300 جنيه يا وحش. 1300 جنيه 1300 جنيه. يا جمالك. عشان خاطر الافتتاح ب 199 جنيه. يا جمالك. فضة. شغال. فضة يا وحش بكام؟ 199 جنيه عشان خاطر الافتتاح. الورد والزرع موجودين. شبرا الخيمة يوم مش عادي. بقول لك ايه الكلام مش خلصان. مش خلصان. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بتاع شامبو ده ولا ايه ده؟ انت حكايتك والصبانة معاك موضوع شوية دلع. حمام ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ لا استنى استنى محتاج ياخد حقه. محتاج ياخد حقه ده. انا لازم افتحه ده. يا جمالك. موضوع. شوية دلع. ايه موضوعك؟ موضوع يا وحش. على فكرة ده ألوانه كتير. بص الشغل دي الصبانة يا وحش ايه؟ يا جمالك. عندك دول بقى ايه؟ ينفع معاك شامبو؟ ينفع معاك أي حاجة؟ بص الشغل عامل ازاي؟ وبص الماتيريال عامل ازاي؟ موضوعك موضوع. يا جمالك. موضوعك موضوع. ايه ده؟ ايه ده؟ بص بتاعت الشامبو؟ ايه ده؟ بتاعت الشاور عاملة ازاي؟ بص بص. بص الشغل عامل ازاي عندك؟ ده شوية دلع والله. يا جمالك. ده بص اللون الأسود بقى عشان 180 جنيه. الناس بتحب اللون الأسود. العرض بكام؟ بكام؟ 180 جنيه. ب 180. ب 180 جنيه الطقم الثلاثة يا وحش. ب 180. بص الحلويات. بص الشغل عامله ازاي. بص الشغل عامل ازاي. ابيع اجيب كام؟ الساقيه بتبتدي عندنا من 850 لحد 700 جنيه. شغال. تبدا من 700 جنيه الساقيه. شغال يا وحش. تبدا من 700 جنيه لحد 3000 جنيه كل المقاسات. الله يبارك لك. معاك في العرض بكام؟ بكام يا قلب الوحش؟ الله يبارك لك. 120. ب 120. ب 120. ايه ده؟ شويه دلع. 120 جنيه. الله يبارك لك. 120 جنيه. شغال يا عم عبده. 120 جنيه معاك في العرض النهارده في شبرا الخيمه افتتاح الجولد يوم مش عادي. يا جمال. 120 جنيه ده حتى المناديل. يا لهوي ده شويه دلع. بص الشغل عامل ازاي. والله دلع يا جمالك. هو لسه مش خلصان. حد عايز يروح المولد؟ سعر علبه المناديل دي عامله ازاي؟ ايه الجمال ده؟ بص الدلع عامل ازاي عندكم هندسه. الغطا الخشب. موضوعك موضوع. معاك في العرض بكام؟ هنفتح لكم في كل حته ان شاء الله. 199 جنيه. يا جمالك. 199 جنيه. الله يبارك لك. دي في شبرا الخيمه يا وحش. الناس بتقول لك عاوزين فرع في جسر السويس.
هنفتح يا وحش بكيس السويس ان شاء الله. شغال. 99 جنيه. الله يبارك لك. بكام؟ 199 جنيه. ب 199. تحف فنيه كده مع بعض. شويه دلع. عامل ازاي؟ بص الماتيريال عامل ازاي؟ يا جمالك. الثلاثه ب 225 جنيه. ب 225. الثلاثه ب 225 جنيه يا وحش. ادي بقى. ينفع معاك توابل، ينفع معاك شاي وسكر، ينفع معاك قهوه. بص الماتيريال عامل ازاي؟ بص الاكريليك الصحي عامل ازاي؟ بص الشوف. يا جمالك. خليها تخرب. اخرب. ب 250 جنيه. ب 250؟ كل الانواع. بقول لك الناس هنا بتقول لك الاسعار عندكم بسعر التراب. اربعه ب 250 جنيه. والله احنا لو بنخسر لاجلكم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه يا جماله. الشغل عامل ازاي عندكم؟ شويه دلع. شويه دلع. الدنيا حكايه عندكم وعند السي عم علي. ادي بيه يعني. موضوع بص الشغل وبص الماتيريال وبص الشغل. وبص الالوان. معكوكوا هتحتاروا والله. لسه جاي في الحاويه بتاعت اول امبارح. يا جماله. لسه اول مره نعرضه. يا جماله. معاك في العرض بكام؟ بكام؟ اصحى معايا ما تنامش. 350 جنيه. ادي بيع. 350 جنيه بالصينيه. بقول لك احنا بنفتح في اي حته يا عم عبدو عشان خاطر اهل الحته. 350 بالصينيه. يا جماعه. دي معاك في العرض بكام؟ دي بتتباع ب 700 جنيه. دي الازاز. بص عامله ازاي؟ حلويات. 510. ادي بيع. معاك في العرض بكام؟ بكام؟ 510. ب 510. والاربعه. والاربعه. خليها تخرب. بكام؟ ب 490 جنيه. ادي بيع. 490 جنيه. ولسه الناس بقى بتقول لك شايفه الاباجورات، بتقول لك الاباجورات بتاعت الاطفال دي. بص الناس قطع عليها. شويه دلع. شويه دلع. دي 250. 75 جنيه. بكام؟ 75 جنيه النهارده. ادي بيع. الله يبارك لك. 75 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح. استاذ ده شاب يقول لك اباجورات الاطفال. 75 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح يا وحش. اباجورات الاطفال يا وحش. شغال يا عم عبد. 75 جنيه. وفي بقى اشكال زي ما انت عايزه. 80 جنيه. 80. 80 و 75 وحكايتك معديه الحكايه. يا جمالك. احلى واحده فيهم ب 80 جنيه. والارنوب. بص عامله ازاي؟ ادي بيع. شويه دلع. التحفه الفنيه عامله ازاي؟ شويه دلع. الشغل عامل ازاي؟ موضوع عندكم عند اس جايب لك شغل عظمه. يا جمالك. موضوعك موضوع. حكايتك حكايه. كام واحده دول؟ هما ودي اتنين. الاتنين ب 210. الاتنين ب 210. الاتنين ب 210. يا جمالك. الاتنين بكام؟ ب 210. الاتنين بكام عندكم هندسه؟ ب 210. 210 الاتنين عندكم هندسه يا وحش. الله يبارك لك. شغال. انت حكايتك حكايه اهو. اي لاف يو يا بطل. شغال. ازاي عندكم هندسه ب 210؟ يا جمالك. ايه ده؟ تعالوا عرض دول. بكام؟ النهارده عشان خاطر الافتتاح ب 140 جنيه. ب 140. النهارده عشان خاطر الافتتاح ب 140 جنيه. كلمه وكلمه كده. بكام؟ ب 140. طب الناس اللي بتسال على اباجورات الاطفال 75 و80 جنيه. 75 و80. 75 و80 جنيه. يا جماله. دي لازم اوريك. حلويات بقى. بص الاباجوره عامله ازاي؟ شويه دلع. الكريستال عامل ازاي؟ وبص الشغل المعدن عامل ازاي؟ شويه دلع. بكام يا عم؟ 245 جنيه. ادي بيع. 245 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح. يا جمالك. 245. والله احنا بنجيب شويه حاجات حلوه لاجل عيونكم ولاجل ذوقكم. شغال. 245. بص الشغل عامل ازاي؟ قرب عليا وبص. انا موجود هنا اهو. 245 245 245. تعرف تعد لحد كام؟ 245 245 جنيه. يقول لك دي ب 95 جنيه معانا في العرض. ايه ده؟ الله يبارك. ايه؟ العرض ده النهارده عشان خاطر الافتتاح بس. ايه ده؟ ايه ده؟ 90 جنيه. ب 90. 90 جنيه بس. ب 90 بس. 90 جنيه بس. او جورد الاطفال اللي لابسه نضاره بكام؟ 90. 90 جنيه. يا جمالك. 90 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح يا عم علي. الله يبارك لك. 90 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح. اباجوره. بص الشغل وبص الخامه وبص الماتيريال عامل ازاي؟ حلويات. تحف فنيه فعلا يا عم علي. شويه دلع والله. الخشب دي؟ دي قاعده خشب. 165 جنيه. ادي بيع. خليها تخرب. الاسعار دي كلها النهارده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الافتتاح يا عم علي. بكام؟ مساك ورد يا عم مينا. مينا بيمس عليك. اكيد. ابيض. 120 جنيه. 120. 125. يا دلعك. 95 جنيه. دمر. 95 جنيه. لا لا لا. 95 جنيه. والله معكوكه هتحتاري. ولسه. ده ايه ده يا وحش؟ ده موضوع موضوع. هو هو زي ما هو. هندسه يا عم علي. شغال. الموضوع ده نفسي اخد واحد منه. بص عامل ازاي؟ اشرب فيه بقى الايس كوفي. ده موضوع موضوع. حتى الشفاطه بتاعته بايركس مستورده. يا جمالك. بص المج عامل ازاي؟ ايه ده؟ يا لهوي. تركي. يا لهوي 75 جنيه بس. بس. انا جايبه خطوط. بقول لك كوكو بتاع الغلابه يا عم عبده. 75 جنيه. كوكو بتاع الغلابه. 75 جنيه عشان خاطر الافتتاح النهارده. الله يبارك لك. 75 جنيه عشان خاطر ايه؟ الله يبارك لك. يا جمالك. ده بيتباع ب 300 جنيه على النت. كلمة وكلمة. بيبيعوا ب 90. ادي بيع. مهندس بيبيعوا بكام؟ دمر. 90 جنيه يا وحش. بص ده بتاع جود مورنج. يا لهوي. توقع سعر ده. ده؟ 45 جنيه. انا لسه كنت اقول لك 100 جنيه. 45 جنيه. شغال. 45 جنيه يا وحش. ده بقى ب 50. ده موضوع موضوع ده. ده بقى انا هقول لك ب 50. انا هعمل لك عليه خصم النهارده 50% عشان خاطر الافتتاح. ب
بكام؟ 25 25 جنيه يا دلعك. خصم النهارده ايه؟ 50% ب 25. الناس بقى كيفت القهوة والصغيرين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده شوية دلع. التوابل بقى الاكريليك ده موضوع فعلا. ووريك الماتيريال بتاعه عامل ازاي. قرب عليها وتعالى لي تعالى لي. ايه ده بص الماتيريال وبص القفل عامل ازاي. ده ايه ده. بص العلبة عاملة ازاي. الماس ده ولا اكريليك. بص الشغل الاكريليك عامل ازاي. شوية دلع. بص الماتيريال عند كوكو عند اس جايب لك شغل يتدرس. قالي مقاس صغير وقالي مقاس الكبار يا وحش اهم. بص الشغل عامل ازاي. ولسه بقى الصاله ده بكام. بكام ده قلب الواحد. 35 جنيه ب 235 جنيه اكريليك صح 100% يا جمالك. 235 جنيه معاك في العرض شغال. 235 جنيه ولسه الكلام معانا مش خلصان. 95 جنيه يا جمالك. 95 جنيه ولسه. 95 جنيه ادي بيع. 95 جنيه هديه يا لهوي. بص الماتيريال ده لسه الماز يا جمالك. موضوع شغال. السفره تخرج الدنيا بالليل. 285 جنيه يا جمالك. 285 جنيه. ده بص الحلويات دي. بص الحلويات دي. بص كل ده معاك في العرض بكام. 195 جنيه يا جمالك. 195 جنيه ده ببلاش. كل الاشكال دي ب 195. كوكو جايب عليها وطيها في كوكو جولد يا جماعه. ايه الجمال ده. بقى الدورين يا لهوي. 210 ب 210 ببلاش. 210 النهارده عشان خاطر الافتتاح يوم مش عادي. شغال يوم ايه. مش يوم عادي. والغزاله رايقه. 25 جنيه ادي بيع. 15 بس عشان خاطر الافتتاح. يا لهوي على الاسعار. يا خرابي يا عرابي دمر. تعالى بص الطبق الفوزه ده على عرب عليا. ايه ده الحلاوه. الفوزه بالطبق بتاعه يا جمال. معاك في العرض بكام. بكام يا عم. 170 جنيه. 170 جنيه. 170 جنيه. كل من هنا للشلالات 170 برضه اهو. الشغل عامل ازاي. شويه دلع ما بتلزقش. ها شغال. شغال ب 135 جنيه. الله يبارك لك. شويه دلع مع بعض بالطبق بتاعه يا عم علي. شغال 135 جنيه. شغال على نص بقى الطقم ده 500. دي لوحدها كده المعده 100 بتتباع ب 250 جنيه يا جمال. ده اتنين مع بعض. ايه الكبيره والصغيره سعرهم. انا بقول ب 500 النهارده عشان خاطر الافتتاح. الاثنين مع بعض ب 299 جنيه. بكام؟ الاثنين مع بعض عشان خاطر الافتتاح ب 299 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح يا جمالك. الفازه الكبيره معاك في العرض بكام؟ بكام؟ ب 69 جنيه. بص الوان وحكايتكوا حكايه. العرض يا وحش. شغال. بص عامله ازاي؟ بص ده عامل ازاي؟ بص تحفه فنيه. حلويات. تحفه فنيه فعلا عند بوكو عند اس جايب لك عظمه. كل بقى ده معاك في العرض بكام؟ كام؟ 45 جنيه. 45 جنيه يا جمالك. عندك كذا شكل يا وحش. عندك المدور وعندك المضلع وعندك المثلث. 45 جنيه. منشن وشل الاصدقاء بسرعه يا جمالك. التلاته ده بص الوان. بص الوان دي لوحدها تتباع ب 100 يا جمالك. 100 ودي تتباع ب 75 ودي تتباع ب 50 جنيه على 225 جنيه. التلاته ب 85 جنيه النهارده. التلاته ب 85 جنيه. 85 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح. الله يبارك لك. بص التلاته دول بيقول لك ب 85 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح. اشكال التلاته النهارده ب 85 جنيه عشان خاطر الافتتاح. التلاته يا دلعك. على بص بقى المرايه دي. ايه ده ايه ده. تعالى لي تعالى لي تعالى لي. بص الشغل عامل ازاي عند كوكو عند اس. جايب لك مرايه اشكال معاك في العرض بكام. ده فيها زوم كمان. الشغل عامل ازاي يا لهوي. ده فيها زوم كمان. الشغل عامل ازاي يا جمالك. 120 جنيه شغال. ولسه بقى الاشكال 120 جنيه كل الاشكال. بص معانا الاشكالات ب 120 جنيه كل الاشكال وحكايتك وحكايه. ده عرض خاص النهارده عشان خاطر الافتتاح يا وحش يا دلعك. عشان خاطر ايه الافتتاح. الفازه لوحدها ب 25 جنيه. ب 25 الفازه لوحدها النهارده ب 25 جنيه عشان خاطر الافتتاح. شغال يا عم عبد. بيفتح من 30 40 جنيه لحد 100 جنيه. شغال. لوحدها بكام؟ ب 25 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح. الفازه لوحدها الست الكل ما فيهاش مرايه بس ده فيها شكل. موضوعك واتنين موضوع وتلاته. 120 جنيه هتحتاري. الطقم التلاته ده بكام؟ بكام؟ 89 جنيه. ب 89 جنيه. 89 جنيه. 89 جنيه يا جمال. 25 جنيه يا والمعيار ده بقى. موضوعك موضوع المعيار ده موضوع 150 ب 150 نعمل خصم 50% عشان خاطر الافتتاح. ادي بيها. 75 جنيه. ب 75 جنيه يا حلويات. 75 جنيه معاك شغال. في العرض يا وحش. بقول لك ايه بنبيع بيت ديناصورات حد جاي. بنبيع بيت معاك في العرض بكام من اول 900 جنيه. من اول 900 جنيه يا وحش. شغال لوحده المفرش. عامل ازاي يا لهوي. بص عامل ازاي. بص الشغل قرب عليها. بص الماتيريال عامل ازاي. ده شوية دلع. قلت لك ب 1000 ونص هتاخده. ده جمال. هو هندسي بيبيعه ب 590 جنيه التمثال ده. ادي بيها. ينفع معاك تحفة وينفع معاك ترابيزة. بقول لك ايه.
وعليه المفرش ده هديه. يا جمالك. المفرش ده ايه؟ هديه. ينفع معاك ترابيزه وينفع معاك تمثال تحطه جنب السلم بتاع القصر. شغال. في العرض بكام؟ شغاله. هنحطه جنب الفيلا بتاعتك دي. موضوعك موضوع ان شاء الله. شغال. 590 جنيه معاك في العرض يا وحش. يا جمالك. 590 جنيه معاك في العرض. شغال. بقى ايه حافظ بتاع الطعام ده؟ والعلب الاكريليك دي موضوعها موضوع الخمسه قطعه 250 جنيه. ب 250. خمسه قطعه ب 250 جنيه يا جمالك. خمسه قطعه ب 250 جنيه. ادي بيع. الرشاشه فلفل. دي بورسلين في خشب. شغال. موضوعها موضوع غير الماتيريال بتاعها محترم. ده حكايتك حكايه. بكام؟ عشان خاطر الافتتاح ب 199. ب 199. خاطر الافتتاح النهارده ب 199. الله يبارك لك يا قلب الوحش. الافتتاح النهارده بكام؟ بص بقى الحلويات هنبيع بكام؟ موضوع موضوع وخليها تخرب النهارده عشان خاطر الافتتاح اسعار مفاجاه النهارده عشان خاطر الافتتاح يا وحش. شغال. الكلام ده كله النهارده فين؟ شكرا الخيمه شارع 15 مايو بجوار جامعه برهنا فرع المنزله والكهرباء عند فرع الكوندي يا وحش. ولسه الكلام معانا مش خلصان. ده بيقول لك فرعين احنا كده فرع شبرا الخيمه. تبدا معاك من اول كام؟ عنواننا بعد اذنك عشان الناس بتسال فرع فين؟ الخيمه شارع 15 مايو بجوار جامعه برهنا فرع المنزله والكهرباء. ادخل اسال على فرع الجولد انزل تحت. قبل دوار جحا على طول. جحا يا وحش. شغال. شبرا الخيمه فرع المفروشات والرفايع وفرع المنزله والكهرباء وفي فرع الجولد ده. يا جمالك. الجولد يا وحش في شبرا الخيمه عامل لك عظم. شغال. بص بص الحلويات. بص الحلويات. حلويات 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 ب 165 جنيه يا جمالك. كل الاشكال دي معاك ب 165 جنيه. شغال. عرض خاص النهارده عشان خاطر الافتتاح ب 90 جنيه. ب 90 جنيه. الساعه النحله بيقول لك ب 90. 90 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح يا وحش. يا جمالك. بس الحلويات. حلويات. 90 جنيه عشان خاطر الافتتاح. شويه دلع. 90 جنيه عشان خاطر الافتتاح تعالى. الله يبارك لك. بص شغل 110. 110. شغال. بص الماتيريال عامل ازاي؟ اغلى واحده فيهم ب 190 جنيه. يا جماله. اغلى واحده فيهم ب 190 جنيه يا وحش. تعالى بص بقى الشغل ده. ايه ده ايه ده؟ عامل ازاي؟ يا دلع. بص العبرك ليك عامله ازاي؟ شويه دلع. شويه دلع من اللي اتمنع. بص السلة دي عامل ازاي بقى؟ تحف فنيه فعلا. يا لهوي. ايه ده؟ حلويات. ب 215. ادي بيع. عشان خاطر الافتتاح يا وحش. شغال يا قلب الوحش. 215. الله. حلويات. ايه ده ايه ده؟ ايه الالوان دي؟ 16 النهارده. انت بتجيب الحاجات دي منين؟ الراجل ده عايز يطلع عازف. بص جايب لك ايه وجاي؟ الساعه دي يا جمالك. ادي بيع. شغال. لا تخرب. دمر. 135 جنيه. ب 135؟ والله ببلاش يا جدعان. يا جمالك. الابل خليته ب 135. 135 جنيه عندكم عند السلي بيتباع ب 20000 جنيه. يا جمالك. ب 135 جنيه. شغال. جايب لك بقى ايه الشغل بتاع الخوص ده؟ شغل صحي معاك 100% يا وحش. عندك ده بقى ايه؟ عياشات. تنفع معاك صواني. تنفع معاك كل حاجه. بص عامله ازاي؟ بص الماتيريال وتعالى احكم بنفسك بالخامه. شويه دلع. تبدا معاك من اول كام؟ من اول 125 جنيه. شغال. جايب لك بقى صواني، جايب لك عياشات، جايب لك دي حطي عليها الصينيه بورسلين الصينيه الباركس عشان ما تطرقعش على المطبخ. يا جمالك. بص عامل ازاي؟ بص دي ايه ده؟ ده حتى المناديل مدلعينها. 120 جنيه. يا جمالك. كام؟ والله العظيم الاسعار دي بجد. استاذ حمزه مجاهد لو مش مصدقنا تعالى عنواننا شبرا الخيمه شارع 15 مايو بجوار كافيه دوار جوحة. انزل محطه الفيلا. شغال. شغال. يا جمالك. بكام؟ اللي مش مصدق يجي ويسال علينا عندنا فين كوكو جولد؟ الطعم العياشات ده بكام؟ التلاته. بكام؟ بالتلاتة. بالتلاتة. 175 جنيه. الله يبارك لك. بالتلاتة. ب 175. 175 جنيه. ادي بيع. التلاتة عندكم عند السط الكبير بكام؟ 185 جنيه. شغال. 185 جنيه. بص الشهادة. شوية دلع. بص عاملة ازاي؟ ذهب. موضوعها موضوع عندكم عند السط دي باعة بكام؟ هنبيع بكام؟ النهاردة عشان خاطر الافتتاح ب 600 جنيه؟ 350 جنيه. 350 جنيه دهب عرض 29. لسه بيقول لك مفيش شايلات. الشايلات في ايدي اهي. 50 جنيه واحد. شغال. عرض كام؟ بكام؟ 350 جنيه. على شغال. ولسه الكلام مش خلصان. لسه لسه جنيه. يا جمالك. والله العظيم شكلها اشك من كريستال. يا جمالك. والله شكلها اشك من كريستال. شغال. 150 جنيه معاك في العرض. الله يبارك لك. عندك كميات اهي وحش ب 150 جنيه. بص دي عامله ازاي؟ شوية دلع. 150 جنيه معاك في العرض. ادي بيع. كل الكلام ده معاك في العرض بكام؟ الناس تفهم وتستفيد من العروض. 150 جنيه يا وحش. عندك ده تنفع معاك عياشة، تنفع معاك طبق تربة، تنفع معاك الفاكهة. بص عاملة ازاي؟ شوية دلع. 299 جنيه. ب 299. 299 جنيه بالغطا بتاعها يا معلم. شغال. 150 جنيه بالبونبونيرات دي كلها يا وحش. الله يبارك لك. 150 جنيه بالبونبونيرة كلها بكام؟ ب 150. 150 جنيه. الحلويات. 399 جنيه. ادي بيع. ب 399 جنيه. جنيه يا وحش. بص الشغل عامل ازاي؟ بص ده بقى.
في شيالات بورسلين يا ست الكل، كل اللي انت عايزاه موجود. الثلاثه بص الحلويات دول مع بعض، لو قلت لك ب 1000 جنيه تاخدهم يا جمال، لو قلت لك ب 1000 جنيه تاخدهم. الثلاثه دول دول ب 825. طب ودول؟ ودول ب 530 جنيه. طب ولو قلنا ودول مع يا لهوي بص الشغل عامل ازاي، 530 جنيه ادي بيها 530 جنيه شغال 530 جنيه. الاثنين مع بعض دول بكام؟ بكام؟ 250 جنيه. الله يبارك لك شغال. ايه الجمال ده؟ بص دي بقى، دي صينيه دهب خش معاك الفرن. ايه الحلويات دي؟ صينيه ايه؟ صينيه دهب يا وحش، معاك في العرض بكام؟ ده ولا 800 جنيه دي يا وحش، هي فعلا 825 جنيه ادي بيها. الله يبارك لك شغال. 25 جنيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا يا وحش اصحى معايا ما تنامش يا محمد. دمر. دي معاك في العرض بكام؟ بكام؟ دي التقيله. ده ايه الحلويات دي؟ دي التقيله يا وحش. ايه الحلويات دي؟ موضوعك موضوع شغال. دي اللي معاك في العرض ب 825 شغال. دي اللي معاك ب 825 جنيه شغال يا وحش. معاك في العرض 305 ادي بيها. 299 جنيه ب 299 المقاس الصغير 270 جنيه شغال. اخش معاك الفرن يعني بنقول ب 270 بكام؟ 205 يا جمالك. اتقل حاجه معاك. ما تجمع لي الثلاثه كده معلش، جمع لي الثلاثه جنب بعض والله العظيم بجد. دهب دي توزن معاك 2 كيلو ده. الله يبارك لك ازاي؟ 825 جنيه شغال. ده معاك بكام؟ بكام؟ 305 ادي بيها. بكام؟ 270 جنيه. الناس تفهم وتستفيد وتركز معانا. 295 جنيه. الله يبارك لك. 195 جنيه يا شويه دلع. 270 جنيه ادي بيها. طاجن معاك تعملي فيه مكرونه بشاميل، تعملي فيه جلاش، تعملي فيه اي حاجه. 270 جنيه شغال. 270 جنيه معاك في العرض. الله يبارك لك. الكلام ده كله النهارده في شهر الخمسه ولسه الكلام مش خلصان. فرع الجولد عند كوكو عند اسم بكام؟ تمام. 270 جنيه يا وحش. الله يبارك لك. دي بقى تحفه فنيه. دي ايه؟ تحفه فنيه يا وحش. بص دي عامله ازاي؟ هي دي بتاعت ما اشربش الشاي؟ وضعك ما وضعش بشاي. ماشي شغال. الشغل عامل ازاي؟ قرب عليا. ايه الحلويات دي؟ على السفره تخيلي شكل السفره عندك هيبقى عامل ازاي؟ 300 240 الله يبارك لك. 240 جنيه شغال. 240 جنيه. ده انا ما بشوفوش غير على ام بي سي 10. يا جمالك هنبيع بكام؟ موضوع التمثال ده بيتباع ب 1000 جنيه. هنبيع بكام؟ كوكو عند اس بيقعد كام النهارده؟ بقول لك كوكو بتاع الغلابه 299 جنيه النهارده عشان خاطر شغال. بص ده بيرضيها شغال. هو مدام بيرضيها ببلاش شغال. شغال يا عم عبد 22 جنيه النهارده عشان خاطر افتحها. الله يبارك لك. مسيرها هتروق وتحلى والله. اصبر كوكو عند اس جايب لك عظمه في سوبر خيمه. جايب لك ايه؟ قلمس العجل. يا لهوي ايه ده؟ بص الشغل دي لوحدها تتباع ب 500 جنيه الكريستاله دي يا جمال. والله الكريستاله دي لوحدها تتباع ب 500 جنيه. كوكو هندس بيقول لك العجله كلها معاك في العرض تحفه فنيه ب 299 جنيه ادي بيها. 299 جنيه النهارده 299 299 جنيه النهارده عشان خاطر الافتتاح. وقفص العصافير بتاع الحوض. قفص العصافير ده موضوع موضوع ده حكايتك موضوع حكايه موضوع وحكايته معديه الحكايه يا وحش يا جمال. تخرب دمر. ورود خاصه النهارده بشبرا الخمل ده مع بعض كله لو قلت لك ب 600 جنيه هتاخده. 280 جنيه ادي بيها. 280 جنيه معاك شغال يا عم عبده. كل حاجه النهارده في فرع الجولد ده يوم مش عاتب. الناس اللي عايزه ورد بس عندي ورد بس يا وحش. اه الورد الكبير ده 95 جنيه شغال. الكبير ده معاك في عرض كام؟ 95 جنيه يا وحش. الله يبارك لك. 95 جنيه شغال. حلويات معاك في عرض كام؟ حلويات ب 150 ب 150 الورد بتاعها ب 150 جنيه شغال يا عم عبد. الورد بتاعها بكام؟ ب 150 150 جنيه. بص دي ده معايا عيبه المناديل لوحدها يا وحش يا جمالك. بص عامل ازاي؟ السله وعلبه المناديل التفاصيل بتاعتها شغال. بص السله وعلبه المناديل عاملين ازاي؟ دي لوحدها تتباع ب 500 تحسبها فوز. ها انا بحسبها فوز. ما انا عارف شغال. الاثنين مع بعض. اه الاثنين مع بعض خليها تخرب دمر. بدل 1100 هنبيع بكام؟ يا جمالك ايه ده ايه ده ايه ده؟ بكام؟ ب 600 جنيه. مع بعض النهارده عشان خاطر الافتتاح ب 600 جنيه ادي بيها. الحلويات والله. علبه مجوهرات مش علبه مناديل يا جمالك. لا حرام نقول عليه باسكت. ايه ده والله حرام يتقال عليه باسكت يا لهوي. حتى الزباله بيدلعوها يا لهوي. عندكم عند اس جايب لك عظمه شويه دلع. معاك في العرض يا وحش. دي بقى وسترات معاك في العرض بكام؟ بكام؟ بتتباع ب 150 هنبيع بكام؟ 50% النص بالنص 75 جنيه. الله يبارك لك. 75 جنيه النهارده عشان خاطر شغال. 75 جنيه. واللي عايز بقى اللوح وعايز شويه اللعب دي معاك في العرض بكام؟ ده شوية دلع. 300 جنيه بالورد شغال. 300 جنيه بالورد بالورد بتاعها 300 جنيه ايه؟ شغال. الورد بتاعها يا عم علي. علب المناديل دي بتقول لك اكليريك. الناس بالعرض ده عرض النهارده قطعة واحدة كلها عندنا عشان خاطر الافتتاح. اي فازة ب 25 جنيه. الفازة بكام؟ بكام؟ 25 جنيه شغال. الفازة معاك في العرض بكام؟ كام؟ 25 جنيه. تعالى بسرعة دول شوية دلع. التلاتة دول مع بعض كده. التلاتة مع بعض ب 120 جنيه. يا جمالك. طب ولو عوزت اخد الزرعة الجميلة دي؟ موضوعك ما في ايه ده؟ 35 جنيه. ادي فيها. ب 150
شغال 150 جنيه مع بعض يا جمالك. شويه دلع شويه دلع. حلويات حلويات حاجات لحد كام بصوا كام 16 250 ادي بيه يعني. عند اس جايب لك عظمه يا جمالك. عظمه في فرع الجولد عندكم عند اس في شبرا الخيمه. شغال يا قلب الواحد. عظمه بص دي الشكل عامل ازاي. 940 جنيه ادي بيه. 940 جنيه يا وحش. 940 جنيه يا وحش. كوكو عند اس اللي يقول لك العروسه المصحى اللي تجي لي النهارده في شبرا الخيمه شارع 15 مايو بجوار جامعه ابو الهنا فرع المنزل والكهرباء ينزل فرع الجولد تحت. شغال عامل لك عظمه الافتتاح النهارده فاتحين لك لحد الساعه 12 بالليل. الله يبارك لك. الدنيا وكوكو عند اس مستنيكم.